اللهم اجعل رمضان بداية راحة لينا من كل تعب، ونعيم نحس فيه بالأمان بعد الخوف، وسكينة لأرواحنا بعد الحيرة والقلق، وجبر لا ننسى به الألم والانكسار. اللهم بدل أحوالنا لأحسن حال، اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا وسهلا بحضراتكم في يوم جديد وحلقة جديدة من إحنا لبعض. حلقة النهاردة هيكون ضيفنا فيها فضيلة الشيخ إبراهيم الدسوقي، واحد من علماء الأزهر الشريف، واللي هيكلمنا عن فضل الصدقة الجارية ودورها في فك الكروب، شفاء الأمراض وتيسير الأمور، ودور مؤسسة فعل الخير الخيرية في حفر الأبار وبناء المساجد وتوصيل المياه ومساعدة الغير قادرين. أكيد ربنا خلق لنا الصيام كنوع من أنواع العبادة، وأي عبادة أمرنا بيها الله سبحانه وتعالى بتبقى لتهذبنا وتعلمنا، أكيد ده أمر كلنا متفقين عليه. الصيام بيعلمنا الصبر، بيعلمنا نستنى الحاجة في أوانها، بندرك بيه قيمة كل وقت بيفوت وبيعدي، بيعلمنا نشعر بغيرنا، وربنا سبحانه وتعالى عارف كويس قوي خلقه، وعارف ان اليوم عدو مبين في الارض الشيطان الرجيم. فكان شهر رمضان منحة من الله سبحانه وتعالى بتغلغل فيه الشياطين وتفتح فيه ابواب الجنة. الشيطان لما وسوس لسيدنا ادم قال له ايه؟ هل ادلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ لأنه عارف طبيعة الإنسان، بيحب التملك، بيحب يبقى عنده ده وده وده، بيحب يبقى عنده ملك، يملك بيت، عربية، يملك مكانة اجتماعية، يترقى في الدنيا. الشيطان عارفه ودخله من نقطة ضعفه. دايما المال في وقت من الأوقات بيبقى نقمة على صاحبه، ده الخوف. ما أقصدش أبدا إن المال مش نعمة، لا، المال رزق، ورزق كبير كمان. يا رب يرزقنا كلنا من وسع، ومن حيث لا ندري، ومن حيث لا نحتسب. ولكن إذا لم ندرك أهمية اختبار المال ممكن تبقى كارثة، كارثة وكارثة كبيرة. رحبوا معانا واحد من مشايخ الأزهر الشريف، وعالم بقى من علماء الأزهر الشريف، نتفقد معه كل ده من كتاب ربنا سبحانه وتعالى. ابقوا معنا. لازم كلنا نبقى عارفين في وقت من الأوقات إن المال ده بيبقى اختبار، اختبار للي ربنا اديله. لما يديله هيعمل ايه؟ لما يديله مال وسلطة والجاه، هيدوس على الناس ولا هيبقى هيساعدهم؟ هيمد ايد العون بسرعة ويرحب بأي مسألة وأي مساعدة؟ هيبر والديه ولا هينساهم ويعيش في ملكه لوحده ويبقى منه كده ومش همه؟ لما يجي حد ويستنجد بيه هينصفه ولا يتحالف مع الشيطان يقولك انا مالي؟ كل دي اختبارات بنقابلها في الدنيا طول الوقت بنشوف ده. حابوا معايا بمولانا الشيخ ابراهيم الدسوقي، منور. يا اهلا وسهلا بحضرتك. ربنا سبحانه وتعالى يجعل الفتنه، وهي فتنه الدنيا وفتنه المال، نقدر عليها ويسلطنا الله عليها ولا تتسلط هي علينا. لان المال لو تسلط على صاحبه هتبقى كوارث وهيعمل حادثه في اول ناصيه. زي الحكماء قديما قالوا الدنيا او الفتنه، فتنه الدنيا عموما بالمال وبالعقارات وبغيرها،
الدنيا كالدابة، إذا ركبتها أوصلتك وإذا ركبتك قتلتك. المال اختبار جدا، ونبلوكم بالخير والشر فتنة. فتنة إنما أموالكم وأولادكم فتنة. ده من ألزم اللوازم في القرآن الكريم، أن الله سبحانه وتعالى يبتلي الإنسان ويعطيه، يبتلي الإنسان ويعطيه. إذا غضب الله على عبد رزقه من الحرام، وإذا اشتد غضبه عليه بارك له فيه. يقول لك أنا ده أنا بجيبها، وأنا اللي هم الجماعة بقى اللي هم، والعياذ بالله، اللهم لا تجمعنا معهم يا رب العالمين، ولا يكن من مستمعينا ولا مشاهدينا أنا وحضرتك حد من الناس دول خالص. يعني هو ياخد رشوة ويقول ما أنا كويس أهو، ويغير العربية من الرشوة وما يعملش بها حاجة. يجي يقول لك الجماعة بقى المشايخ اللي بيتكلموا بيقولوا ده الحرام ومش الحرام، ما أنا كويس خالص أهو. أنت قد اشتد غضب الله عليك. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى في القرآن كمان قال سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. كذلك الحديث النبوي قال إن الله ليملي للعبد، يعني يسيبه بمزاجه ويمشي بكيفه زي ما هو عاوز، حتى إذا أخذه لم يفلت. كما أن الله أيضا سبحانه وتعالى هو القائل في كتابه العزيز كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى. أنت كله جاي لي، أنت هتلغني. أنت كنت شاب 20 سنة ما كنتش تعرف طريق العشر جنيه شكلها إيه، وبعدين عشت من 20 سنة بلاش يا شيخ، يعني مش هنقول انت بقى بقيت غني وبقيت بيزنس من عند ال30، لا خليك من ال20، هتعيش لحد ال60، يعني 40 سنة. نص ساعة في يوم واحد من ايام ربنا، نص ساعة. المتعة بتاعتك دي كلها في الفلوس اللي انت عملتها والعمارات والأطيان والعربيات، ورايح جاي على أوروبا، ورايح جاي على مش عارف مين، وطيارات خاصة وطيارات مش عارف ايه، كل ده في 40 سنة. نص ساعة في يوم واحد عند ربنا، وإن يوما عند ربك كألف سنة. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى لحبيبه ومصطفاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إن سألوك يا محمد عن الدنيا ومتاعها فقل متاع الدنيا قليل. طيب امتى يبقى المال ده نعمة ونعمة كبيرة قوي؟ نعم، لابد أن يعلم أن الله سبحانه وتعالى عندما يعطي الإنسان المال يعطيه فيه قناعة. لو بقت عندك قناعة ان الفلوس دي عارية، عارية عارية يعني ايه؟ يعني هي جاية ومش بتاعتك، دي جاية عشان تمشي. ولذلك سموه المال مال، لان المال يميل عنك لغيرك، مش هيقعد عندك. ولو دامت لغيرك ما اتت لك. حضرتك الوالد رحمة الله عليه كان راجل ملياردير، بلاش مليونير، وساب لك عمارات وساب لك شركات وساب لك كذا وكذا وكذا. حضرتك اول السيد الوالد ما مات عملت اعلام وراثه، فانتقلت الحاجات دي كلها من اسم الوالد رحمه الله عليه لاسمك. صح. لو ابوك تنه موجود ما كانتش جات لك. صح. كذلك الدنيا باسرها، لو دامت لغيرك ما اتت لك. حتى يكون هذا المال نعمه وليس نقمه، اعلم حق الله فيه. ومن ألزم حقوق الله سبحانه وتعالى في المال أن المال مال الله. طب أعمل فيه إيه؟ قال الله تعالى وأنفقوا من مال الله الذي آتاكم. حضرتك باختصار شديد جدا، لو أنا عرفت أن اللي مديني الفلوس دي ربنا، نعم بالله، لو أنا واحد مديني 1000 جنيه، واحد مديني 1000 جنيه، لو بيقول لي هات من الفلوس دي هدي له قد ايه؟ لو حتى كنت بخيل بخل السنين هدي له 50%. ده الراجل اللي هو مديني الالف جنيه بيقول لي ده انا نسيت، ده انا معيش فلوس، طب هات بقى فلوس من اللي انا اديتها لك، هدي له اقسم المال عليا انا وهو. ماشي. لان هو صاحب المال. اه. طب ما اكرم الله
عندما يعطيني ضيع ويعطيني أموال ويعطيني قصور ويعطيني سيارات ويعطيني أموال في البنوك ويقول لي أنا عاوز من حضرتك 2.5%. 2.5% الواهب الأكبر وهو الله سبحانه وتعالى، وهو صاحب الدنيا وما عليها من متاع وخلافه، يقول لي خد أهو كله وأنا عاوز منك 2.5%. أأبخل على الله من ماله بهذه النسبة التي لا تكاد تذكر؟ صح. يعني لما يديني 1000 جنيه ويقول لي أنا عاوز منك 2.5 جنيه ولا 25 جنيه من 1000 جنيه، 25 جنيه، 2.5%، 25 جنيه، يديني 1000 ويعوز مني 25 جنيه، يديني 100 ألف ويبقى وعوز مني 2.5 ولا مش عارف. لا لا، الله سبحانه وتعالى كريم، الله سبحانه وتعالى يعطي الدنيا لمن أحب ولمن لم يحب. خلي بالك، اوعى تقول ربنا مديني الدنيا وبيحبني، لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يعطي الدنيا لمن أحب ولمن لم يحب، ولا يعطي الدين إلا لمن أحب. الله، تعالوا نطلع نشوف الفيديو الأول ونرجع لكم مرة تانية، ابقوا معنا. اللهم اجعلنا من الميسرين يا رب العالمين. ست ولاء، ست مطلقة وهي في بداية حياتها وعندها 4 بنات، 4 بنات صغيرين. بيت من غير مية يبقى مش بيت، حياة من غير مية ما تبقاش حياة. مين اللي هيقول العيال اللي هم زي اليتامى دول المية بتاعتهم عليه والسقف كمان؟ يعني ده مفيش حتى شعاشيب عشان حاجة تقف عليه. يعني الشمس في قلب البيت والهواء في قلب البيت والمطر في قلب البيت. محتاجة سقف ضروري، يعني ضروري عشان خاطر اقعد براحتي انا وبناتي، لان هم بنات لازم يبقى قاعدين براحتهم. طب والمية بتشرب منين؟ بشرب من عند اهلي، من عند ابويا، فمحتاجة وصلة مية، ومحتاجة ان انا اعمل سقف واحط بيبان على البيت. من فرج على مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على مسلم يسرها الله عليه. يعني ولاء وبناتها ما عندهمش سقف، ما عندهمش باب على البيت، ما عندهمش وصلة مية. ساهموا يا أهل الله، يا أهل الخير، ساهموا عشان الست دي تعيش مع أولادها عيشة كريمة. المؤمنون إخوة، اللي معاه يدي اللي معاهوش. اللي هيجيب وصلة المية للست دي وهي عيالها بيشربوا هيدعوا لها، وهم بيفطروا على المية هيدعوا له، وهم بيتسحروا ويشربوا من المية هيدعوا له، لما يرتاحوا وينسك عليهم باب العيال دولت يدعوا له. الست دي دعوتها مستجابة عند الله سبحانه وتعالى. بيبقى في خوف على ولادنا، اعتدنا عليه، تحس كده دايما يقولك ايه، اصل بعمل ده كله اصل ولادي، اصل انا قلقان على بنتي، اصل انا قلقان على ابني، اصل هو مسافر اول الشهر، اصل انا عايز اجوزه، انا عايز اخطبه. في الحقيقه هو الامر كله بيد ربنا سبحانه وتعالى، ولو جبنا يبقى ربنا اللي ادانا علشان نجيب، لو ما جبناش يبقى ربنا هو اللي هيساعدنا علشان نجيب. ست زي دي عامله ايه في عيشتها ومحتاجه ايه؟ الخوف من الايام والخوف من المستقبل ده فطره، يعني فطر الله الناس عليها. بتغلف بعدم اليقين في الله سبحانه وتعالى، وبيسبقك فيها وعد الشيطان اللي بيوعدك دايما بالفقر، اوعى خاف من بكره. مين اللي خاف من بكرة يا أستاذة حضرتك؟ احنا في بلد قد كده اهو، في بلد صغيرة، فجأة البحر معرفش راح فين، فجأة لقينا 500 شاب من شباب البلد نطوا بقوا في إيطاليا.
منهم ناس لو حكيت لك على حالتهم يبقى الله اعلم، يبقى ما حدش عارف المستقبل بايد مين، ولا مين اللي ضامن المستقبل، ولا مين اللي هيبقى معاه بكره ومين اللي مش هيبقى معاه. ربما غني اليوم فقير الغد، وربما فقير اليوم غني الغد باذن الله. لما تلاقي ست زي دي طلقت في بدايه حياتها ولها اربع اولاد واربع بنات، ده اللي عنده بنت واحده وبتاخد منه في تجهيزها 100,000 جنيه، 500,000 جنيه، انا غلطت، 100,000 ايه؟ 500,000 جنيه النهارده يا دوبك يكونوا البنت. طب الست دي عندها اربعه، هتجيب ان شاء الله 2 مليون جنيه منين؟ اذا لم يكن الله سبحانه وتعالى هو اللي حاضن اليتامى دول. المطلوب ايه؟ المطلوب في الست دي سقف العيال دول يعيشوا تحته. المطلوب للست دي معيشة بالكاد تعيش بيها عيشة متوسطة زي بقية خلق ربنا. عاوزين حتى وصلة مية ما تسيبش العيال الصغيرين دولت في قلب الجبل ده، وعشان يفتحوا المية يلاقوا المية عندهم. يا سعد ويا هناء ويا رضا ربنا عليه اللي النهاردة يتصل على المؤسسة ويقول احجزوا لي الوصلة دي، انا عندي حكايه بقى احجزوا لي الوصله دي. هي بقت الشغل الشاغل بتاع الناس، واحد يبص على التلفزيون يلاقي تقرير بتاع الست ام البنات يقول انا عاوز اعمل الوصله دي. بس عشان اقول لحضرتك حاجه مهمه، انا لما بنزل البلد وبصور بلد، ما بصورش البلد كامله، ده انا باخد نموذج الاحتياج من البلد وبعرض النموذج اللي ما يجرحش مشاعر الناس، بعرض النموذج اللي بالكاد يكون معقول شوية، لأنه بنقابل حالات ما ينفعش نعرضها. أيوة. حد عايز يخرج زكاة ماله ومعتاد على طريقة معينة، ولكنه حب ان هو يعمل يحط اسمه على حاجة، تقول له ايه؟ احنا حضرتك لما بيجي يقول لي انا عاوز اكتب على وصلة المية فاعل خير، اقول له انا بعمل وصلة المية في الفيوم. انت حضرتك عمرك ما رحت الفيوم ومش هتنزلها تاني الا زاير باذن الله. محدش يعرف اسم ابراهيم الدسوقي. يقول لي هو انت مشهور دلوقتي قوي يا شيخ ابراهيم. لا الناس كلها دلوقتي تعرف الشيخ ابراهيم الدسوقي. لا لا بس هم يقولوا قول اسم تاني. بس بيقولوا الشيخ ابراهيم الدسوقي اللي بيطلع مع الاستاذه نهال طيب. يا سيدي يا ابو انت كده كده مشهور. قول اسم تاني. كل سنه وحضرتك ربنا وحضرتك. يعني مثلا لو قلت فلاني فلان. فلان. ايوه. اي حد. الناس ما تعرفوش هناك حضرتك. لا احنا فانا بقول له لما اسمك يبقى على وصله الميه والست تروح وهي كانت في حوجة شديدة جدا، تفتح المية وتبص كده وتلاقي اسم حضرتك او اسم والدك ووالدتك، تقول الله يرحم الناس، ده هم اللي ستروني ربنا يسترهم، هم اللي اكرموني ربنا يكرمهم، هم اللي جبروا خطر ربنا يجبر خطره. انت اولى بالدعوة دي، انت اولى بالدعوة دي. هو انا لما اعمل وصلة مية لما تقول الله يجبر خطره يجبر خطره؟ ايوة طبعا، لانك اغنيتهم بعد فقر، سقيتهم بعد عطش، سترتهم بعد ان كانوا يلاقون الامرين عشان يروحوا يجيبوا شربة مية. سعر وسط المية كام؟ سعر وسط المية 3,000 جنيه. لو انتقلنا شوية على المنيا او على بني سويف هنلاقي البير ب 30,000 جنيه. لو رحنا عند الست دي وهي عاوزة سقف، السقف بتاعها هم 80 متر البيت بتاعها، محتاج اربع اسهم سقف، السهم ب 5,000 جنيه، يعني 20,000 جنيه يعملوا سقف البيت ده كله، و 3,000 جنيه وصلة مية يبقى 23,000، ونجيب لهم حاجات كمان ب 5,000 جنيه يبقى ما كملناش 30,000 جنيه، والست دي بقت كأن هي عايشة في قصر وشافت متاع الدنيا كله. طيب الحمد لله ربنا يحفظ بلادنا، يمكن ما عندناش، والفضل لله ولدولتنا ورئيسنا ما عندناش حروب، ولكن الحياة مليانة معارك. حياة مليانة معارك. عارف يمكن دلوقتي حق قول الفنانة رحمة الله عليها مريم منيب لما تقول لك محدش بياكلها بالسيف. هي بقت الحياة مليانة معارك. في نفس الوقت المعارك دي ممكن تهد حيل صاحبها. بيتعب، بيمل، بيكل، ولكن دايما بنقول يا رب العزم من عندك، القدرة من عندك. ليه؟ تيجي تسأل واحد يقول لك أنا في رقبتي كتير،
انا معايا ولادي وامهم وامي وامهم، انت فاهمني، انا مسؤول، انا لسه عايزه اجوز اخواتي البنات، انا عايز اعمل واخلي واسوي، انا عايزه امن مستقبل ولادي. تكلم واحد في الغربه بقاله سنين، يا سيدي انت مش هتنزل؟ يقول لك انزل يا سيدي اعمل ايه، ده انا لسه عايز بيت لي ده وبيت لي ده. هل اللي يهون على الواحد المصاعب والمعارك دي ان هو يعرف كويس قوي ان كل حاجه بتاعت ربنا فنهدى؟ الثقه في الله سبحانه وتعالى هي حل لكل هذه المشكلات. ونعم بالله. اليقين في الله سبحانه وتعالى انه يملك الكون كله بيده، النفع والضر والعطاء والمنح والمنع، هو الذي يعز من يشاء ويذل من يشاء، يرفع من يشاء ويخفض لمن يشاء، يعطي الدنيا لمن يشاء ويعني وياخذها ممن يشاء. فالله سبحانه وتعالى بيده مقاليد الامر كله. إنا كل شيء خلقناه بقدر. بين قوسين يا أستاذة، لا يجري في ملك الله شيء لا يريده الله. ربما يعطيك الله المال ويعطيك الشرى ومحبته، الشرى الخوف عليه ان هو يخس، ده اسمه شرى. الخوف من بكرة اسمه شرى، وكمان اسمه عتة، لان بكرة بتاع ربنا مش بتاعك انت خالص. لو انت عملت اللي عاوزه ربنا، لو انت عملت اللي عاوزه ربنا، ربنا هيسر عليك كل حاجة، ربنا هيسر عليك كل حاجة. طب اعمل ايه اللي عاوزه ربنا من المال ومن الدنيا؟ فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. لو انت اديت لربنا وحطيت ايدك في بق الغلابة، حطيت ايدك في الناس العطشانة، حطيت ايدك في الناس اللي من غير سقف، حطيت ايدك في الناس اليتامى اللي مش لاقيين الكاد في الحياة الدنيا. الحمد لله رب العالمين، المصريين النهاردة واحنا في شهر الخيرات، شهر البركات، شهر الفيوضات، شهر النفحات، شهر رمضان، محدش النهاردة يا اولاد شوف ابوكوا فلان يمكن محدش وداله يفطر، ودي يا بنت الطبق ده هوت لخالتك فلانة عشان عشان ربنا سبحانه وتعالى يكرمني. كل مصر ومحافظاتها وشوارعها وضواحيها، مصر كلها كده. ده غير كمان موائد الرحمن اللي منتشرة في كل مكان وعلى الطرق. انا دلوقتي وانا مروح بشوف الحمد لله رب العالمين، وبتبقى الشباب اللي زي الورد اللي واقفين يوزعوا تمر، بيوقفوا الناس اجباري، بيوقفوا الناس اجباري عشان يفطروهم. الحمد لله الحاجات دي ما لهاش غير في في مصر. الحمد لله جميل برضه، انتوا يا مصريين جميل، يعني المصريين جميل. تعالوا ناخد الفيديو الجاي ونرجع ليكم مره تانية، ابقوا معنا. الله يا ربنا يقدرهم عليه بس يساعدوني، بس وانا مش عايز اي حاجه من الذكر في زمان كده. مش عايز اي حاجه من الذكر في زمان كده، هو اخر حاجه عندي واكبر حاجه عندي، وانا مش قادر اعمل اي حاجه بقى. مصر فين علاج تقيل؟ الحاج عبد الحميد الطيبين قالوا لنا لازم تروح تشوفوه، لان هو اول ما دخلت عليه قال لي كلمه، قال لي الحمد لله 100 فل و10. فانا دورت على 100 فل و10 ما لقيتهمش غير في الرضا، ما لقيتهمش غير في ان هو بس راضي بحاله. الحاج عبد الحميد عاجز ما بيقدرش يمشي، دايما بيتحرك على كرسي، واهل البلد كلهم وصونا ان احنا نجيله. لا يا رب الحمد لله، الحمد لله اللي دور ربنا. احنا شفنا الحنيه وشفنا البر، اختار اللي انت عايزه عشان تلاقي الحنيه وتلاقي البر. انت تلاقي الحنيه وتلاقي البر من اولادك. الحاج عبد الحميد دموعه حكت لنا كل حاجة ممكن تتحكى عن الحنية وعن البر. مش عايز ايه حاجة من الدنيا زي كده، هو اخر حاجة عندي واكبر حاجة عندي، وانا مش قادر اعمل اي حاجة بقى. مصر فين علاج تقيل؟ يا رب الحمد لله، الحمد لله اللي جوا ربنا.
بلاش نقسى على نفسنا ونظلمها، بلاش نقول ان دي مشكلتي المشاكل وملهاش حل. لا لا، ربنا ما خللناش حاجة في حياتنا مشكلتي المشاكل وملهاش حل. كل ما في حياتنا مدبر بيد الله، مفيش حاجة بتستعصى قدام ربنا. راجل زي ده حد بيشوفه وقرر يساعده. القرية بتاعته محتاجة ايه؟ عم عبد الحميد عاوزين له وصلة مية، عاوزين له سقف، عاوزين له علاج دائم ليه، عاوزين له كمان كرسي لان هو ما بينتقلش من مكانه، ولو كرسي اللي هو بالكهرباء مش غالي والله، ده ب20,000 جنيه، يعني نجيب له كرسي يشوف الشمس حتى يحس ان هو لسه موجود لسه حي. ابنه عنده ابن صغير في مقتبل حياته، طلع عشان يشوف حاله، عشان يجيب له يومية، يجيب له شهرية من اي حتة ولا حاجة، والراجل لوحده محتاج حد يأنسه، حد يونسه. عاوزين له سقف، وعاوزين له مشتملاته، وعاوزين له حاجات للعلاج بتاعه، وعاوزين له كرسي، وعاوزين له وصلة مية. لما نقعد في بيوتنا وندخل نلاقي السفر بتاعتنا مليانة كل خيرات الدنيا، ولما سيداتنا وبناتنا يقفوا في المطبخ بالساعة واتنين عشان يحضروا الفطار، ولما ندخل البيوت ونشغل التلفزيون ونقعد على الانتريه حلو، دايما لازم نقول الحمد لله. ولما نطلع من مالنا ومقتنياتنا ما نستناش الهدوم لحد ما تتهلك خالص ونقول انا مش عايز ده. ليه؟ ليه بنعمل كده؟ نستناش يعني لبسنا او جزم او ما يتهالك تماما تقول انا مش عايزه. لا، افتكر اللي بعدك ده عايز برضو يفرح بالحاجة اللي انت عملتها. في يوم لما تعمل الحاجة وتديها الشخص وهي عليها القيمة كده، يوم ربنا يفضل يبعت لك الحلو. ما توقفوش الحلو اللي بإيد الله، بيبقى احلى كتير قوي من اللي في ايدنا. صح. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم الحمد لله، ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. القضية في كلمة لئن شكرتم ليست قضية الحمد لله والشكر لله، ولكنها شكر النعم أيضا. ربنا سبحانه وتعالى ادالي نعمة، أنا بشكر ربنا على نعمة المال فأنا بطلع منه، بشكر ربنا على نعمة الصحة أنا بستغلها فيما يرضي الله سبحانه وتعالى، بشكر ربنا على نعمة البصر بستغله في المشي في حاجة الناس وفي قضاء حوائج الناس، بحمد ربنا على نعمة الزوجة الطيبة فبخليها تربي ولادها طيبين عشان الأمن والأمان يعم في هذا المجتمع كله. ويا سلام لما تلاقي أم مصرية جميلة تخلي بنتها اللي هي على وش جواز، بقولها بالبسيط خالص اهو، انها تطلع في وش المغرب وهي اللي تودي الفطار لجارها عشان الراجل ده هو اول ما بياخد منها يقول لها ربنا يسترك يا بنتي. محتاجين احنا دعوة الناس الغلابة، محتاجين الناس دول يعني ما تيجي بناتنا يعملوا كده ما نقولهمش لا اقعدوا، لا ما تنزلوش، لا الاكل هيروح مع فلان، ما نتضايقش. لا، ده هم يروحوا عشان ربنا يعمل لهم. ربنا سبحانه وتعالى على لسان حضرة النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن من عبادي من إن أغنيتهم لفسد حالهم، وإن من عبادي من إن أفقرتهم لصلح حالهم. ربنا سبحانه وتعالى كل حاجة عنده بميزان، مش عاوز أقول زي ميزان الذهب ولله المثل الأعلى، كل حاجة بالذرة، كل حاجة بالذرة. أنا لما طلع بنت وتاخد دعوة رب أشعث أغبر لو أقسم على الله لأبره. الله، رب أشعث أغبر، يعني عليه تراب السكك ويدوبك ما الجلبية مقطعة واللي عاملة، لما يقول له يا رب يقول له لبيك يا عبد. المرض يا مولانا، ربنا يا رب يشفي كل مريض في بيوتنا ويكفينا شر كل مرض صعب. هو كده كده كلنا لازم نرضى بحكم الله، عشان لو ما حدش فينا رضي هيشقى، هو ربنا قال لنا كده في كتابه الكريم. المرض بقى ساعات كده بيبقى فيه مرض يكسر صاحبه، يزعل على نفسه، مش قادر يسد، مش قادر يصبر، فاض بيه فيقول يا رب ارحمني بقى يا رب. علاقة المرض والصدقة بقى
المرض جزء من نعم الله سبحانه وتعالى ومن رحمة الله سبحانه وتعالى ومن عطاء الله سبحانه وتعالى. واحدة جميلة قوي جت وابوها بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام انا وهبتها لك، ده حافظ القرآن وبتصلي الوقت بوقته ومؤمنة بيك وكويسة مع الناس وجميلة جدا ولم تمرض ابدا. ابو البنت بيقول للنبي بيوصفها. ده عمرها ما نامت، ما قالتش يا دماغي مرة بصداع. فالنبي عليه الصلاة والسلام بصله كده وقال له ارجع بها فليس لله فيها بركة، خدها وامشي، جسم المنحس ده هيجيب لنا الفقر. يعني اللي ضغطه يعلى ومدوخه وسكره يتعب ومدوخه وقرفه وزهقه، واللي بيجري للدكتور ده ويروح بطنه هنا وبيروح صدر هنا، ده كده ربنا يحبه؟ مفيش أغلى عند ربنا من الأنبياء. لا طبعا. سيدنا إبراهيم قال إن إبراهيم لحليم أواه، كان والله الله 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 وهو عيان لحد ما تعب قوي قال آه آه آه. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام تعب والسخونية اللي كانت عنده أزيد من 40 درجة، لدرجة ان هم لما كانوا بيحطوا عليه كمادات اللي هي المية الساعة، راوي الحديث بيقول فما استطعنا ان نضع ايدينا في الماء من شدة حرارته. ملك الصبر، جبل من جبال الصبر، سيدنا ايوب تعب 18 سنة ما قامش من الارض، 18 سنة حتى امتلأ جسمه بقرع الفراش. هذا الرجل النبي الصالح، زوجته الصابرة الحنينة الجميلة المجتهدة، قالت له يا نبي الله اسأل الله أن يشفيك بعد 18 سنة وهي صابرة محتملة، لدرجة أنها شالته في القفة على 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 رصة. قال لها يا زوج الحنون، قالت له بلى يا نبي الله. قال لها كم مرضت؟ قالت له 18 سنة. قال كم سلمت؟ قالت له 60 سنة. فقال لها إني أستحي من الله أن أسأله الشفاء إلا إذا مرضت قدر ما سلمت. لو عييت 60 سنة أنا هقول له يا رب شفيني. فلما زاد الأمر قوي وباعد شعرها قال له ربي إني مسني الضر، مسني، جه زي الهوى على هدومي بعد 18 سنة عيا. قال له إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، ولم يقل فاشفني. فلما حسنت نيته وطلب من ربه فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. حضرتك بص للفاء، ما قالش واستجبنا له ولا وكشفنا ما به من ضر، لا بس ربنا قال فاستجبنا له فكشفنا. إيه الفرق بين الواو والفاء؟ الفاء تدل على الترتيب والتعقيب الفوري. أول ما قال له يا رب قال له خد اللي أنت عاوزه، انما لو قال واستجبنا له يبقى بصنا له بعد 2 سنين، بصنا له بعد 2 شهر. اذا المرض متلازم مع الصدقة اللي قاله النبي عليه الصلاة والسلام داووا مرضاكم بالصدقة. الله يا صبر ايوب، 18 سنة 18 سنة. تعالوا نشوف الفيديو الجاي ونرجع لكم مرة تانية، ابقوا معنا. هذه التجارة الحقيقية، إن الإنسان يتاجر مع ربنا، تتاجر مع ربنا بفعل الخير. النهاردة دي المساجد اللي احنا بنوريها لحضراتكم، كل المساجد محتاجة أبار. المساجد لما تسمع الله أكبر أصعب ما في الوجود، ثم تأتي إلى المسجد لتؤدي فريضة الله تبارك وتعالى فلا تجد ماء. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله. فنحن في مسجد التقوى، احنا محتاجين للماء، وفعلا والله في اللي يجي ما بيصليش بيمشي. انا محتاجين ميه. المسجد ده كل جمعه بتطلع على الاخر، لو تفضل علينا ببير ميه يكون 50-60 متر هيكون افضل لينا ولهم وزعم الله خير. يعني والله الناس واحنا عاوزين ايش؟ ميه، محتاجين للميه. وهنا اهم حاجه هي الحياه، نبض الحياه هنا للميه. المسجد ده مسجد التقوى، محتاج لأهل التقوى. مسجد التقوى محتاج لأناس نكون جميعا في قلوبنا تقوى حتى يجعلنا الله تبارك وتعالى من أهل التقوى. محتاج بير، مين اللي هيقول البير بتاع هذا المسجد بتاع مسجد التقوى؟ أنا اللي هعمله. نحن أنا عايزين صندة مية عشان توفر لنا المية حتى للحمامات، بس حمامات المسجد أكثر من هيك مش عاوزين حاجة.
هنا قال الله في وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين. وهنا أهم حاجة هي الحياة، نبض الحياة هنا للمية. احنا محتاجين حضرتك حد فاعل خير يتبرع لنا ببير مية، ببير مية للمسجد ده، عشان نحتاج نتوضى، نحتاج العيال يشرب منه، الناس تتوضى منه. انت هتساعد الناس الكبيرة اللي هنا عشان يعبدوا ربنا بالطريقة الصحيحة، عشان يتوضوا ويدعوا لك، يصلوا ويدعوا لك، يفطروا على المية ويدعوا لك، يصحروا بيها ويدعوا لك، يتوضوا هم قاعدين يدعوا لك، ودعوة بظهر الغيب يتقبلها من يقبل الدعاء، إنه سبحانه نعم المولى ونعم المجيب. أنفق أنفق عليك، فإن أردت سعة فعليك بالإنفاق، إن أردت سترا فعليك بالبذل، إن أردت جبرا لخاطرك فاجبر خاطر الناس حتى يجبر خاطرك أنت رب الناس. الله أكبر الله أكبر. جبر الخواطر ده ساحر، ساحر. اللهم اكبر خاطرنا في هذه الايام الطيبات المباركات يا رب العالمين. هؤلاء الناس يعيشون في هذا التجمع في مطروح، وعندهم مسجد، الحقيقه المسجد مكتمل زي حضرتك ما احنا شفناه، وكما انه عندنا برضو بعض المساجد لا مش مكتمله خالص، لسه محتاجه حاجات كتيره قوي، بس المسجد اللي احنا عرضناه حضرتك في التقرير ده محتاج بير ميه. وهو الراجل بتلقائيه شديده جدا بيقول الماء بالنسبه لنا نبض الحياه. هو هنا بيفسر كلام ربنا اللي هو ما قالوش وجعلنا من الماء كل شيء حي. يعني يا ريت النهارده من يستطيع معنا الان وليس بعد ذلك، الان بيتصل دلوقتي ويقول الحقوني المسجد ده. الراجل اللي هناك بيستغيث بخلق الله وبيقول احنا عاوزين نبض الحياه، احنا عايشين من غير نبض، لان الله سبحانه وتعالى قال وجعلنا من الماء كل شيء حي. المسجد من غير دورة المية، من غير دورة مية، من غير مية. طيب هم يعملوا ايه؟ هم دول هيعملوا ايه؟ هيتوضوا من عندهم؟ اذا كان هم اصلا عندهم بيوتهم ما فيهاش مية، هم هيشربوا ولا هيغسلوا ولا هيتوضوا ولا هيعملوا حاجتهم ازاي؟ فانت تساعد الناس دول ونعمل بسرعة بير للمسجد ده حتى نقضي لهؤلاء الناس حاجاتهم، وحتى تصل اليهم الدنيا بمفاخرها وبزينتها. عندهم مجرد نقطة مية تنزل من حنفية يبقى هم هنا اغتنوا ولا يحتاجون شيء. السهم في المسجد ده بكام؟ السهم في البير حضرتك الأول في البير ب30,000 جنيه، البير السهم في البير ب5,000 جنيه. وفي مسجد احنا عرضناه واحنا موجودين مع بعض على الشاشة، المسجد ده برضو عملناه اسهم سهم فيه ب5,000 جنيه، فضلا انه هو يحتاج نجارة ويحتاج سقف ويحتاج سباكة ويحتاج بلاط ويحتاج كل ما يلزم المسجد من صوتيات ومن فرش وخلافه. شعور كل واحد عمل صدقة في بير، عمل صدقة في مسجد، عمل صدقة في حد، شعور ده بيبقى يعني الشعور ده وقتي بيبقى فرحة كبيرة جدا. هل بينفعهم يوم القيامة في عذاب القبر وقت الحساب؟ ولما بينفعهم بينفعهم ازاي؟ هو ربنا سبحانه وتعالى جل شأنه اعطى المال للناس بقى ملكه. يريدون ان يخرجوا حق الله فيه، فده حق الفقراء في المال ده، فبيسعد الانسان سعادة ما بعدها سعادة. حضرتك لو ابنك جاب امتياز وابن الجيران جاب مقبول، يبقى مين الاحسن؟ ابن اللي جاب امتياز، اللي جاب امتياز. انت ربنا اداك المال وبتخرج منه، فالفرحه في قلبك طايره، الفرحه في قلبك مش سعياك، لانك في قراره نفسك انت الكريم فاحبك الله، انت المعطي فاحبك الله، انت الذي جعل الله الدنيا في يدك ولم يجعلها في قلبك فاحبها الله، انت الذي اعطيت واتقيت وصدقت بالحسنى فسييسر الله لك اليسرى فاحبك الله. هذا كله في الدنيا. اوعى تصدق انك لما تدي ربنا مش هيديك الا يوم القيامه. الصدقه ميزانها في الدنيا وميزانها يوم القيامة. يعني انت هتفرح بيها هنا
وانت هتفرح بيها هناك. طب اذا كان هذا حال المتصدق في الدنيا، ييسر الله امره ويفك كربه ويهدي ولده ويزوج ابنته ويعطيه الله من كل غم فرحا ومن كل ضيق مخرجا، كل ده في الدنيا. طيب في مرحلة قبل يوم القيامة، بعد الدنيا وقبل يوم القيامة، اللي هي مرحلة القبر. الصدقات تنير قبرك، الصدقات تثبتك عند السؤال، الصدقات تحميك من الملكين، كل ده في القبر. في القبر. فإذا جاء يوم القيامة وقفت على يمين عرش الرحمن، وقفت في ظل صدقتك، يوم لا ظل إلا ظل الله سبحانه وتعالى، كانت الصدقة سفينة نجاة لك، ويا حبذا لو كانت الصدقة في مسجد. وبعد أن تنتقل إلى الطرف الثاني أو الجسر الثاني، بعد ما فت على الصراط تجد ازدحاما على بعد شوفك. تقول إيه الزحام ده؟ عندما تقترب تجد هناك رجلا كأن قمر مثله ليلة التمام، فتسأل من هذا؟ يقولون لك إنه رسول الله. وماذا يصنع؟ يقولون لك إن النبي يقف عند حوضه الشريف يسقي المتصدقين ويسقي المؤمنين، فتشرب من يده شربة هنيئة مريئة لا تظمأ بعدها أبدا. تعالوا ناخد فيديو الجاي ونرجع لكم مرة ثانية، ابقوا معنا. بسم الله الرحمن الرحيم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. الله أكبر، الله أكبر. هذا المسجد مبني بالحوائط لكن غير مسوف، مفهوش سقف، مفهوش سقف، ما فيهوش بلاط، ما فيهوش فرش، ما فيهوش غفاء ولا اي امكانيات. الناس هنا بقول لهم انتوا بتصلوا هنا؟ قالوا احنا بنصلي الاوقات، لكن الجمعه بنروح نصلي مواصله وساعات 2 كيلو و3 كيلو على ما يصلي الجمعه. ده اللي يقدر، واللي ما يقدرش اهو بيقعد وربنا سبحانه وتعالى بيحفظ. يا اهل الخير، عايزين نصب المسجد. المسجد احنا بيننا وبين القرية 3 كيلو، ما كناش نركب مواصلة واتنين، ما كانش متسوقلي معانا توك توك عربية، ما كناش نطلع برا، ما ينفع. بنصلي هنا، بنصلي زي ما انتوا شايفين كده. احنا بنطلب من اهل الخير انهم يرفعوا بحالتنا وبحالة المسجد ده. بيننا وبين المسجد 3 كيلو، ما كناش نركب في مواصلة، ما بنروحش نصلي، فبنضطر نصلي هنا في الشمس وفي النطرة وفي الهواء وفي كل حال. فربنا تبارك وتعالى زي ما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا، لو بنيت حتى ولو رجل عصفورة مكان تصلي فيه العصفورة، ربنا تبارك وتعالى يبني لك بيت في الجنة. بإذن الله رب العالمين. أنا ببشركم مؤسسة فعل الخير، احنا دلوقتي معاك هنصلي الظهر معاكم في المسجد زي ما هو كده اهو. باذن الله تعالى المره اللي جايه ان شاء الله رب العالمين هنصلي في المسجد ده وهو كامل. كده احنا بنصلي في الجامع، في كده ما فيش سقف ولا محاره ولا صب ولا اي حاجه، ولا بيصلي على الارض كده تي، وعايزين كده تي تقفوا معانا كده وقفه خير باذن الله، وربنا يستعين عندكم انتوا كده باذن الله. المسجد ده الناس فيه محتاجين ايه؟ وقسمتوه اسهم ازاي؟ يعني واحد عايز يجيب حديد، واحد عايز يجيب الاسمنت، واحد عايز يفرش. احكي لي قصته لما رحتوا الناس قالت لكم ايه؟ حضرتك ده مسجد من المساجد القليله اللي هي احنا بنعرضها في وجه قبلي، من المساجد القليله. معروف عندنا دايما ان احنا بنجيب المساجد في مطروح.
بس المسجد ده في بني سويف، المسجد ده محتاج مسجد، المسجد ده محتاج نجارة ومحتاج سقف ومحتاج فرش ومحتاج غفاء ومحتاج كهرباء ومحتاج كل ما يلزم المسجد. طبعا لما نقول النهاردة المسجد ده محتاج مبلغ، هيبقى المبلغ كبير قوي على واحد معين، وإن كان عطاء الله سبحانه وتعالى كبير، عطاء الله سبحانه وتعالى كبير كبير كبير. النهاردة بدأنا بالمسجد ده أسهم، عملنا السهم في المسجد ب 5000 جنيه، خمسة على خمسة، خمسة من هنا على خمسة من هنا، إن شاء الله بإذن الله ربنا يقدرنا. طب لو واحد بقى النهاردة جه وقال أن السقف عندي، أنا الفرش عندي، كهرباء عندي، النجارة عندي، ربنا سبحانه وتعالى مفيش أكرم منه. الكريم لا يتكرم على الله، وإنما يتكرم من مال الله. أما أنت ككريم، أنت قريب من الله، قريب من الناس، قريب من الجنة، بعيد عن النار. بيحصل عندنا حاجات جميلة جدا يا أستاذنا، اللي حد بيشوف تقرير معين زي عم الحاج علاء الدين اللي هو شاف الحاجة كوثر في البرنامج، لقناه بيتصل وبيقول أنا معاكم وأنا لازم أعمل حاجات، عشان الراجل ده من الناس المحسنة جدا بالنسبة لينا ومن الناس المشاركين كمان الجمال معانا، فبنهدي له باخت ورد كده في الشهر الجميل. الحاج علاء الدين حسن بنشكره جدا على الصدقة بتاعته، وبنقول له الصدقة بالنسبة للبير اتعملت عن حضرتك وعن المرحوم الحاج علي حسن السعداني رحمة الله عليه، والمرحومة الحاجة مجد عبد الفتاح أبو العطا رحمة الله عليها، والمرحومة الحاجة زكية عفيف السعداني. وطبعا ما نسيناش ان الصدقة عن نفسك، كما الحاج برضو ما قالش بير بس، عشان اقول لحضرتك عندنا مصريين جمال والدنيا في ايديهم، زي الحاج علاء برح كمان بسقف المنزل ووصلت مية للحاجة كوثر اللي احنا عرضناها قبل كده في البرنامج، وعرضناها مرة تانية عشان نقول بس يا رب انا اللي كنت موجود بس ما كنتش موجود يا حاج علاء، عشان اقول لك ان الصدقه بتاعتك جت. اسال الله سبحانه وتعالى في هذه الايام الطيبات المباركات انه يشفيك شفاء طيبا لا يغادر سقما، امين يا رب العالمين. طيب. ربنا يعينك وربنا يكرمك، وفي حالات تانية محتاجه الحاج علاء برضه. هتكلم مع حضرتك في موضوع يمكن احنا كلنا كمسلمين مؤمنين بيه، ولكن بيبقى فيه كلام ساعات مش واضح، الحسد. يجي حد يقول لك فلانة دي كانت زي الفل لحد الأسبوع اللي فات، فجأة كده تعبت، راحوا بيها للدكتور، أمورها اتلخبطت خالص، مش قادرة تقف على رجليها. صحيح نسمع. صحيح كتير. واحد بيربي في ولاده، ابنه ده كان من المتفوقين وما شاء الله تبارك الله، يعني بيتباهى بيه دايما ومطمن عليه ويقول له ومثل ليه ولاخواته، يقول له شوف اخوك فلان، شوف اختك فلانه، يعني شوف عارفه مصلحتها ازاي، شوف عارف مصلحته ازاي. فجاه صاحبنا ده ولا صاحبتنا دي وش يفتحوا كتاب والمجموع في الناس. امور كتير بنمر فيها في حياتنا، راجل وزوجته ما كانش حد بيسمع لهم صوت، دلوقتي الزوجه تقول لك يعني مش طايق لي يسمع صوتي، مش طايق لي كلمه، لو انا اتكلمت الدنيا تقوم ما تقعدش، نار كده في البيت نار. تيجي تستغرب ايه اللي بيحصل، اكيد ده حسد عين وصابت الناس دي. بنجري ساعات كده نعمل شويه حاجات، نبخر، نعمل رقوه، هل كمان نقتدي بالصدقه في الامور دي؟ الحقيقه احنا محتاجين الـ يعني الحاجات دي مش هلس ولا حاجه، لا. يعني البخور ريحه طيبه والجن يفر من الريحه الطيبه. القران يفر من الجن، يفر منه من القران، زي كل الله احد كل اعوذ برب الفلق كل اعوذ برب الناس. عاوز تحصن بيتك صيف وشتاء ليل ونهار، اقرا فيه سوره البقره. كل دي حاجات جميله، لانه دايما لما بقول للواحد انت عندك نظره، من بيقول لك نظره ايه، نظره يا سيد؟ لا، في النبي عليه الصلاه والسلام قال اتقوا ثم الاعين، وقال صلى الله عليه وسلم ان العين تدخل الرجل القبر والجمل القبر. بس كيف الخلاص من الحسد؟ كيف الخلاص من الحسد؟ ابن ما يطلعش من البيت الا متوضي ويقول بسم الله توكلت على الله، وانا ما اطلعش من البيت الا لما اقرا ايه الكرسي واقرا كذا. يا مولانا بكره انا وانت نبدا بالحسد،
إن شاء الله بكرة بإذن الله نتكلم في العين والنظرة والحسد. طلبات حضرتك؟ محتاجين 50 بير في مطروح، ومحتاجين 50 بير في المنيا، محتاجين 150 سقف في بني سويف، محتاجين 150 وصلة مية في الفيوم، محتاجين كمان لسه الكراتين يا أخوانا 10,000 كرتونة. احنا عاوزين نكمل اللي علينا 10,000 كرتونة، الكرتونة ب600 جنيه والكيس او الشنطة يعني ب400 جنيه. محتاجين من ربنا سبحانه وتعالى اكتر، انا وانتم محتاجين ان احنا نمد ايدينا لربنا عشان يعدنا ربنا الناس اللي هو هيسر لهم امورهم. تستخسروش في نفسكم دعوة قبل الفطار، ما تنسوهاش، يعني ابواب ربنا مفتوحة وعنده كتير قوي. ساعدوا نفسكم بالدعوة دي لان ربنا ما بيردش دعوة صائم. بنورتين يا شيخ ابراهيم، كل سنة وحضرتك طيبة ودايما مع بعض ان شاء الله. بكده اكون وصلت لنهاية حلقتي النهاردة، انتظروني غدا في نفس الميعاد. كانت معكم نهال طايل في امان الله.